السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذة هبة. اليوم شرحنا درس الماثماتيك لطلاب الصف الرابع، وهي المنازل العددية للأرقام من عند مئات الألوف إلى الآحاد. لحنا بيت لما كنا طلاب صف ثالث وتشنجو أخذنا لحنا لعند الألف، ولا لحنا حنكمل مسيرتنا بعشرات الألوف ومئات الألوف. هذا كتير بهمني وقت الامتحان بيجيبولنا الأقنوش، والأقنوش إنه يعني إنه أنا أكتب هذا الشيء هاد، والعدد العدد بنكتبه هيك أرقام، تمام. أما الأقنوش لار يزنس، بيكونوا كاتبين هون أقنوش يار لازنس يزنس، عفوا بنكون نكتب هذا العبارة. طيب أخذنا لحنا اليوز، أخذنا اليوز بين اون لوك، بين يوز اون لوك بيرلك، اخذناهم هدول الست منازل. طيب هلا احنا حكينا عنا شلون احنا بنكتبهم، بنكتب هاي دورت بين يو دورت يوز بين اللي بين دوكوز بين اوت يوز يرمي بير. طب انا شلون بكتبها، بكتبها هيك كا اكونوش بكتب دورت يوز اللي دوكوز بين اوت يوز يرمي بير. هلا هذا المثال انا حليت لكم اياه، هو من الاوديف. بتمنى ترجعوا ورد تشوفوا هذا الفيديو وتشوفوه كتير منيح، يلي ما ركز معي بالدرس يركز معي ويحل باقي الامثله على نمطه، تمام. انا حكيت اني بعد عدد المنازل، بعد كم منزله عندي وبحل على اساسه، بعد انا كم منزله عندي وبحل على أساسه. هون عندي ست منازل فحليت على مئات الألوف، هون عندي أنا أربع منازل بحل عند الأربع منازل، عندي خمس منازل بحل عندي خمس منازل، وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.